بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه. الثرثار هو الكثير الكلام تكلفا، والمتشدق هو المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما واستعلاء على غيره، وهو معنى المتفيهق أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من كان حسن الخلق. يبلغ العبد بحسن الخلق أرفع الدرجات، حتى يكون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وحسن الخلق أصله التواضع وعدم استحواذ حق النفس، بمعنى أنه لا يستقصي حقه وإنما يعفو ويصفح، فهو مبني على الإحسان وكف الأذى والعفو والصفح، الإحسان إلى الخلق وحسن معاملتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إليه وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة الذين يكثرون الكلام تكلفا، كل مسألة هو بها عالم. إذا تكلم الناس في السياسة تكلم، وإذا تكلموا في الاقتصاد تكلم، وإذا تكلموا في الطب تكلم، وإذا تكلموا في الدين تكلم، هو يتكلم في كل الأبواب. نسأل الله أن يعافينا. الثرثار الذي يكثر الكلام تكلفا، والمتشدق الذي يتكلف في إخراج الحروف من مخارجها، فهو يتكلم بملء شدقيه. الشدق هو الخد من الداخل، فهو يظهر أنه فصيح تفاصحا، يعني طلبا للفصاحة، كأن يقول مثلا بهذه الطريقة كي يعني يحقق المخارج ويبين أنه يحسن كيف يتكلم. ولا شك أن المبالغة في مثل هذه الأمور يترتب عليها بغض القائل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو متشدق ومتفيهق ومتكبر. وكذا الذي يتكلم بملء شدقيه هو متكبر في الحقيقة، ولكن جاء اللفظ الأعم، لأن التكبر قد يحصل مع يعني دون كلام، وقد يحصل مع وجود أحيانا، قد يحصل التكبر مع كونه ليس عنده التشدق مثلا، فالتشدق أحد أنواع الكبر كما ذكر.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم ولفظه: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. من حديث أبي هريرة وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد منهما قذفته في النار. هو سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة إلى الثياب، ولكن المقصود العز إزاره، أن هذه الصفة حق له عز وجل، لازمة لجلاله وعظمته، لزوم الإزار للإنسان. لما يقول هذا الخلق، لو أن عربيا سمعته يقول عن خلق معين، عن أمر معنوي، أن هذا إزاري، هو يقصد بذلك ليس أنه يتزن بهذا المعنى، وإنما يقصد أنه ملازم له، وأنه لا ينفك عنه، ملازم له، لأن الإنسان في عامة أحواله لا يضع الإزار، لا يضعه إلا مثلا عند قضاء الحاجة أو نحو ذلك، فهو ملازم له يعني. وكذا الرداء، فهو المقصود أن هذه صفات لله عز وجل. بعض يقول: طب أليس هذا تأويلا؟ ولو هو بالعكس، هذا هو إثبات الصفات. التأويل أساسا لو قلت هذا، لأن الإزار والرداء منفصلان عن الإنسان، وبالتالي فلو قلت أن الإزار والرداء لله عز وجل كالثياب للإنسان فهي منفصلة عنه، لكنت نافيا للصفة في الحقيقة. صفة العز وصفة الكبرياء من صفات الله عز وجل الذاتية اللازمة التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن المقصود بهذا التعبير العربي أو بهذه الجملة التي لها معنى في اللغة العرب عند من يتكلم بها، المقصود أمر الملازمة، وأنها لا تفارقه سبحانه وتعالى هذه الصفات، وأنه هو عز وجل ينفرد بها. وأيضا لأن المنازعة في الرداء والإزار هي في أخص الحقوق، هذا معنى آخر في معنى بالإضافة إلى معنى اللزوم، أن المنازعة فيها منازعة في أخص الحقوق. ولذا كانوا يضربون المثل بما روي عن المسيح: ومن نازعك ثوبك فأعطيه رداءك، يعني تنازل عن حقك وسامح، فمن أراد أن يأخذ شيئا منك أعطيه زيادة عليه. فهذا مبالغة في التنازل عن الحقوق. كما ذكرنا يقال هذا إزاري وردائي، فالمنازعة في الإزار والرداء تقتضي حربا، تقتضي أنه لا يمكن أن يتركه يفعل ما تنكشف فيه عورته. فالمقصود، وهذا معنى الحسن في هذا الحديث أيضا، أن العز والكبرياء حق لله سبحانه وتعالى، لا يصح أن ينازع، لا يجوز أن ينازعه أحد سبحانه وتعالى فيهما. ولذا كان العز في غير طاعة الله عز وجل ذل، وأما الكبرياء، الكبر فليس للمرء أن يتخذ، أن يكون في قلبه شيء من الكبر ولو ذرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في الروايات الأخرى قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. لا يرضى الله عز وجل من عباده المؤمنين أن يكون فيهم
صفة الكبرياء ولا التعظم على الخلق. العز في طاعة الله عز وجل، الله الذي يعزهم ويعلي شأنهم، فإنه سبحانه وتعالى قد قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن عندما فالله عز وجل أعز عباده المؤمنين بطاعته وهم معه عز وجل في كمال الحب والذل، وإنما أعزهم على من خالفهم، هم لا يتعززون لغير طاعته عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواة عطاء بن السائب، صححه الشيخ الألباني. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل شك في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله. رواه الطبراني له واللفظ له، وابن حبان في صحيحه أطول منه. ثلاثة لا يسأل عنهم يعني لهلاكهم، يعني يعتبرهم في الهلكة لا وجود لهم، سيظلون هكذا، يعني كما أن الذي ييأس منه لا يسأل عنه. يعني إذا انقطعت أخبار إنسان عدة سنوات ماذا يكون الحال؟ ييأس الناس منه ولا يسألون عنه. فهؤلاء يأسوا من أن ينجيهم أحد بسبب ما صنعوا. رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، رجل شك في شك من أمر الله، والشك في الحقيقة في توحيد الله سبحانه وتعالى أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر لا يجامع أصلا الإيمان. والقنوط اليأس من رحمة الله، أعوذ بالله، ولا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري ومسلم. كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الغليظ الجافي، تكلم دائما بغلظة وشدة. جافي، الجافي البعيد عن الناس، عنده جفاء، عنده قسوة، عنده بعد عن الخلق الحسن في اللين الذي يكون عند الناس، أهم أن يكون القريب لهم، القريب منهم، الرفيق بهم، الذي عنده العطف عليهم، لا يكون جافيا. الغليظ الجافي لبعده. الجواظ قال هو الجموع المنوع. كل عتل جواظ، سبحان الله، هذه الأخلاق يجر بعضها إلى بعض، صفات قبيحة. الجواظ هو الجموع المنوع، يجمع الأموال ويمنع الحقوق، هات بلا خذ، جموع منوع، لو استخرجوا منه شيئا كان ذلك يعني حدثا نادرا. وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. أما هذه فليس فيها من وجه للذم إلا أن يحمل القصير البطين هذا على كثرة الأكل وقلة
الحركة النافعة قلة العبادة والهدى، وإلا فالمعاني الأولى هي الأقرب صحة، لأن الإنسان لا يختار قصرا ولا طولا حتى يذم هذا الإنسان. والبطين الذي له بطن كبيرة لا يذم بذلك إلا أنه يكثر الأكل، هذا إذا كان في الحرام والعياذ بالله. إذا كان يكثر الأكل من حرام فهو كذلك في هذه الصفة مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. قالوا: والجواظ الغليظ الفظ، الغليظ الفظ. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ينفض الناس من الغليظ. ولا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري، والجواظ الغليظ الفظ. هذا تفسير آخر للجواظ، والجعظري المتكبر. قال: وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل الجنة فكل جعظري جواظ مستكبر. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار، أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، والحاكم، وقال صحيح مع شرط مسلم.